مجلس الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد من عائلة محمد مخلوف خالي رأس النظام بشار الأسد. تحت عنوان لا للتطبيع مع الأسد، سياسيون وسوريون يعقدون مؤتمرا في إسطنبول. وبعد قضية إطلاق النار على أرملة قرب أطمي، حلب اليوم تسلط الضوء على مخاطر تواجه النازحات خلال عملهن ببيع المحروقات بين حلب وأدلب. مرحبا بكم. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات تقييدية على 5 أفراد من عائلة مخلوف مرتبطين برأس النظام بشار الأسد ولهم علاقات مهمة مع النظام، ليضافوا إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي بخصوص سوريا. تعود العقوبات الاقتصادية إلى الواجهة من بوابة آل مخلوف. مجلس الاتحاد الأوروبي يدرج أرملتي محمد مخلوف خال رئيس النظام بشار الأسد، غادة مهنا وهلا الماغوط وبناته شهلة وكندا وسارة على قائمة العقوبات الخاصة به. بيان الاتحاد الذي نشر على جريدته الرسمية أكد أن أسباب هذه العقوبات هو وفاة محمد مخلوف في أيلول عام 2020، وأن هناك خطراً يتمثل في استخدام الأصول الموروثة عن مخلوف لدعم أنشطة النظام، مما يسهم في القمع العنيف للسكان المدنيين. ليست المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على أفراد وكيانات تابعة للنظام، إذ أشار البيان أيضا إلى فرض العقوبات على النظام لأول مرة عام 2011 ردا على القمع العنيف للسكان المدنيين، لكن يبقى السؤال مطروحا عن حجم تأثير هذه العقوبات على النظام. بهذه العقوبات تصبح قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات في ضوء الوضع الحالي في سوريا تشمل 292 شخصا تم تجميد أصولهم وحظر سفرهم، إضافة ل70 كيانا خاضعا لتجميد الأصول. إجراءات الاتحاد تشمل حظر استيراد النفط وفرض قيود على بعض الاستثمارات وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم في القمع الداخلي، إضافة إلى المعدات المستخدمة لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت والهاتف. للمزيد حول هذا الموضوع معنا الأستاذ وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات مباشرة من إسطنبول. أستاذ وائل، مرحبا بك على شاشة حلب اليوم. يعني عقوبات أوروبية جديدة تضاف لسلسلة عقوبات سابقة فرضت على نظام الأسد وعلى المقربين من نظام الأسد، برأيكم هل سيكون لها تأثير مباشر على النظام؟ كيف سيكون هذا التأثير؟ كيف سينعكس؟ للعقوبات التي تفرض على كيانات أو على أشخاص تابعين لنظام الأسد أو من ضمن بنية نظام الأسد، بمعنى أن معظم هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أرصدة أساساً بأسمائهم الصريحة، أو أرصدتهم الموجودة في البنوك الأوروبية محدودة في مقابل أرصدة أخرى بأسماء مختلفة أو بأسمائهم لكن في دول أخرى غير الاتحاد الأوروبي. يعني هناك كانت فرصة كبيرة جداً لتحريك الأموال التابعة للنظام من الاتحاد الأوروبي من دول الغرب عموماً إلى دول أخرى، منها دول شرق أوروبا، منها روسيا، ومنها دول أخرى. لا يوجد حتى الآن تأثير مباشر للعقوبات اقتصادي، وإنما التأثير يكون تأثير سياسي. هذا الموقف يؤكد موقف الاتحاد الأوروبي، موقف دائما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي من النظام، بمعنى أن ما زال التطبيع مع النظام و عدم المساءلة هو أمر بعيد جدا عن موقف هذه الدول، لذلك ينظر له بعين الاهتمام على أنها رسائل سياسية وعلى أنها مواقف مستمرة من دول الاتحاد الأوروبي ومن الاتحاد الأوروبي كمنظمة في مقابل استمرار النظام بممارساته القمعية ضد الشعب السوري.
طبعا آل مخلوف بشكل أو بآخر هم ضمن بنية هذا النظام. كما ذكر تقريركم هو إرث محمد مخلوف الذي كان الذراع الاقتصادي لنظام حافظ الأسد ثم لابنه بشار الأسد. والخلاف الأخير مع رامي مخلوف هو خلاف إعادة توزيع السلطة والنفوذ في سوريا، وليس هو إخراج الشخص أو إخراج ثروته من الدائرة ككل، وإنما إعادة ترتيب أولويات من يستلم السلطة والنفوذ في سوريا بناء على المستجدات الأخيرة وبناء على إعادة ترتيب النفوذ والسلطة في سوريا. نعم، ولكن نظام الأسد أيضا يعتمد على مصادر أخرى سيد وائل. هنالك دعم دول تقف وراء نظام الأسد، نتحدث عن إيران، نتحدث عن الروس، نتحدث حتى عن ميليشيات يعني تؤمن اقتصادها وأموالها من المخدرات مثل ميليشيا حزب الله. الاقتصاد في سوريا اليوم هو اقتصاد حرب وليس اقتصاد دولة. الوجود الروسي والوجود الإيراني هو يؤمن مصالح هذه الدول، يؤمن مصالح نفوذها ومصالح قواتها ومصالحها الخارجية ومشاريعها في سوريا، وبذلك أيضا يأخذون أقسام كبيرة جدا من الموارد السورية. فيما الدولة بين قوسين لم يعد هناك لها أي دور في إدارة اقتصاد، وإنما أصبح الاقتصاد بيد ميليشيات، وكما ذكرتم هي تعمل على تجارات الحرب، إن كان بالسلب، إن كان بالحواجز، إن كان بالأتاوات، وإن كان بتجارة المخدرات وتعاطيها وتوزيعها ثم تصديرها. كل هذه البنية الهشة مما بقي بشكل دولة أو شكل حكومة أو شكل نظام يتجه نحو الأسوأ على الشعب. يعني دائما هناك مفارقة كبيرة جدا بين قادة هذه الميليشيات الذين أصبحوا يديرون أزمة الاقتصاد واقتصاد الحرب، وبين الشعب المعدم بشكل كامل والذي طبعا يوضع كدرع بشري في سوريا، ودائما ما تتذرع قوات النظام بموضوع العقوبات على أنها سبب في المشكلة، وفي الحقيقة الشعب هو درع أمام مشكلات النظام الأساسية في تدمير سوريا وبيعها بشكل كامل. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ وائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات، كنت معنا من إسطنبول. بعد تطبيع بعض الدول العربية والأجنبية علاقتها مع نظام الأسد، سوريون قدموا من مختلف دول العالم للمشاركة في ملتقى للتطبيع مع الأسد، شارك فيه معظم شرائح المجتمع السوري السياسية والاجتماعية والثقافية والإنسانية. بهدف الوقوف ضد أي محاولة لإعادة تأهيل النظام والعمل على وقف مسيرة التطبيع معه وعودته للعالم العربي والمجتمع الدولي، عقد هذا الملتقى في مدينة إسطنبول التركية، وقد حمل اسم لا للتطبيع مع الأسد، وذلك بحضور عشرات الشخصيات السياسية المعارضة ومشاركة العديد من المؤسسات والمنظمات التي تسعى لذلك الهدف. صعب بعد 10 سنين انك تبني امل للناس، ولكن مو مستحيل. ولكن الاصعب من انك ما تبني امل هو انك تفشل وانه ما يكون عندك امل، انك تفقد ايمانك بانه الثوره اللي انت بلشتها ما عاد لها قيمه. اقمنا هذا المؤتمر لمنع التطبيع، لاعاقه التطبيع مع نظام الاسد، لاننا شعرنا في كافه المجالات وبخاصه في المجال الاغاثي الانساني بان المساعدات الدوليه بدات تذهب إلى غير المحتاجين وليس إلى أصحابها، بدأت تذهب إلى دمشق وتوزع على أناس ليسوا بالحاجة التي يدعى لها. ممثلين عن مختلف المكونات السورية حضروا الملتقى، بالإضافة لعشرات المتضامنين مع الثورة السورية من نواب أمريكيين ونشطاء وغيرهم. وقد طالب الحاضرون المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه ما وصفوه بأكبر كارثة إنسانية شهدتها البشرية بعد الحرب العالمية. الحقيقة طرح علينا المشاركة ونحن وافقنا، لأنه نحن بالأصل جزء من تحالف اللي كان فيه خلوة
من مدة ونحن قمنا وقت مشاركتنا كانت فعالة. طبعا نحن قد يستغرب الناس بعض الناس كون تسمية مسيحيون سوريون مسيحيون من أجل السلام، لذلك سبقنا كلمة سوريون على مسيحيون، لأننا كوننا نحن بالدرجة الأولى سوريون وطنيون قبل أن نكون مسيحيون. اليوم الحقيقة مع تطور العملية وازدياد في جرم النظام والانفتاح على النظام من التطبيق الناعم، صار هناك ضرورة فاعلة جدا لتفعيل عمليات مجموعات الضغط وأدوات الضغط، ولذلك كان هذا المؤتمر أحد أهم أدوات الضغط الموجودة، التعامل مع المسؤولين، صناع القرار، مع خلينا نسميهم مراكز البحوث الاستراتيجية والتفكير الاستراتيجي، مع تيم تانكس الاستراتيجي. العديد من الدول بدأت بإعادة العلاقات مع نظام الأسد، إلا أن السوريين على اختلاف تياراتهم وتوجهاتهم متفقين على ضرورة محاكمته والوصول بسوريا لدولة القانون والعدالة. مع اقتراب الثورة السورية من دخول عامها 12 ومع تعرضها للخذلان مرات عديدة، لا يزال أبناؤها بمختلف مكوناتهم مصرين على تحقيق أهدافها بالوصول لدولة الحرية والكرامة بعيدا عن نظام الأسد. حسين الزيدي، حلب اليوم، من مدينة اسطنبول. اغتال مجهولون القيادي السابق بفصائل المعارضة إسماعيل درعان بالرصاص المباشر، وذلك في بلدة المليحة الشرقية بريف درعا. تجمع أحرار حوران قال إن درعان يعتبر أحد أبرز رافضي اتفاقيات التسوية في المحافظة، وكان النظام اتهمه مؤخرا بقيامه ومجموعاته بأعمال عسكرية استهدفت الحواجز والمواقع الأمنية، وضلوعه بعمليات استهدفت عناصر النظام. في السياق أعلن الائتلاف الوطني السوري في بيان أن النظام ينشر الفوضى ويزعزع الاستقرار بشكل منهجي في درعا، مبينا أن الحراك الثوري والمظاهرات لم تتوقف في المحافظة، الأمر الذي دفع النظام إلى استهداف كل من له تأثير في قيادة الحراك الثوري ضده. علقت رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا على خبر إعدام 46 معتقلا في سجون النظام وفي سجن صيدنايا تحديدا من أبناء بلدة دير العصافير بريف دمشق. الرابطة قالت في بيان توضيحي إن بعض الأسماء الواردة في الخبر المتداول كان ذوهم على علم بوفاتهم منذ ما يقارب العامين، بينما لم ترد معلومات عن إعدام آخرين حتى اللحظة، مشيرة إلى أن إخطارات الوفاة تمنح لذوي المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب أو بسبب سوء الرعاية الصحية أو عمليات تجويع، وتصدر غالبا عن مشفى تشرين العسكري أو مشفى حرستان. شاهدنا نشرتنا مستمرة وفيها أيضا لكن بعد الفاصل. منظمة سيريا ريليف تفتتح 130 شقة سكنية بديلة عن الخيام للنازحين في جرابلس شرقي حلب. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم. ما زالت الحرب والنزاعات السياسية والاقتصادية في سوريا تفرض نفسها على كل مناحي الحياة. نسوة سورية نازحة أجبرنا على العمل في نقل المحروقات من شمال حلب لبيعه في إدلب، مهنة ممنوعة وخطرة وشاقة وقد تفضي إلى الموت في بعض الأحيان. أرامل وزوجات وبنات معتقلين ومفقودين وغير قادرين على العمل،
نساء سوريات نازحات في ريف إدلب دفعهن شغف العيش والفاقة وضيق الحال للعمل في بيع الوقود. كل سيدة تحمل بضع لترات من المازوت يحملنها خلسة من مناطق سيطرة الجيش الوطني في جنديرس شمالي حلب لبيعه في إدلب، لكن لا تتم عملية النقل دائما بنجاح. هناك من يتربص بهن بين أشجار الزيتون ليصادر مصدر عيشهن الوحيد. قاعد أقعد 12 نفس، وإذا ما طلعت برا حق خبز فلا عندي، اليوم يشهد الله فلا اشتريت خبز. والله. آخر محطة جيت آخذها بخمس ترتول وبين قسمتين أنا وبنتي مشان نجيب مصروف البيت، هاي عيشة يلحقون بنص تزدياتين على خمس ترتول مازو، هاي مي عيشة. لاحقين هالزلو لاحقين هالمشوربة، يعني من المودة عن نشتغل ولا المودة حين نطلع دار الشيخ. أول البارح جينا دعي عندنا الشيخ الشفاك تا ناخذ مازو، الطريق أكثر شيء يلحقوني يشلحونا هالمازوت ويقولون يلا على هالشيء. بعدنا يحشون، إحنا نحشي وهم يحشون، إحنا نقولهم أنتوا هاي الثورة ردتوها، شلحتوا الثورة هاي ثورتهم. هاي صار بينا. دي 10 ردود دعي طالع. شاربة علينا 20 ليرة. برقبتي 8 بنات، والله العظيم ما عندي شيء أعيشها. حد ولاد ما عنده. حد ولاد والله ما عندي. كم سنة ناصر؟ يطردوننا، يكبقون المازوت، ياخذونا يقوسون علينا. تهريب في البلد الواحد ربما لم يعد واحدا نظرا لسلطات الأمر الواقع الحالية في الجغرافية السورية ولكل منها قوانينها وحدودها. نقل المحروقات من عفرين ومحيطها إلى إدلب فيه ربح ضئيل للنسوة التي ينقلن بعض اللترات، كون أسعارها في إدلب أعلى منها في أرياف حلب الشمالية والشرقية. والله كل ما جيت عكبولي صار كابيلة بيجي 60 لتر، أقول كرامي لا الله يخلي الله على جنب. والله العظيم أطلع أنا عندي زلمتي معاق وعندي بنت معاقة، وأطلع على حياتنا وشوف والله حق خبز ما عنا، وهلق رحت أجيب والله تردني إلا بده إياهن، يدفشني دفش بده المازوت. لا حول ولا قوة إلا بالله. البارح من يومين ثلاث عسكري ضربني وكب علي المازوت، ورحت اشتكيت عليه ما طلع من أمري شيء، وخطورات غير شكر، وكله عنا هربوا بين الزيتون وصعب الوضع، يعني كله عشان لقمة العيش عشان هالخمس ليرة طلعت طالحة. قد يبدو للمشاهد أن نقل بضع لترات من المحروقات لمسافة نحو 3 كيلومترات مشيا على الأقدام في كل الظروف الجوية بين شمالي حلب وإدلب لا يستحق كل هذا العناء، لكن يبدو أن العاملات في هذا المجال يعتبرنه مصدر عيشهم، وفي المقابل تتخوف منه الفصائل في إدلب إلى حد قتلها لامرأة قبل أيام بسبب ضبطها وهي تحمل 5 لترات مازول تتسلل بها بين أشجار الزيتون عند الحدود بين مناطق حكومة الإنقاذ ومناطق الحكومة السورية المؤقتة، ويبقى المواطن السوري في حيرة وحاجة وضعف مستمر، فلا توفر له هذه السلطات مصدر دخل ولا هي تتركه يشقى في تأمين لقمة عيشه وإن كانت مغمسة بالخوف والرعب وربما بالدم أحيانا. للمزيد حول هذا الموضوع معنا الأستاذ نجم عيدو الخبير الاقتصادي مباشرة من غازي عنتاب. مرحبا بك أستاذ نجم على شاشة حلب اليوم. يعني من وجهة نظر اقتصادية فلنقل، لماذا تمنع السلطات في إدلب دخول المحروقات من الشمال السوري، يعني هو خارج أيضا مناطق سيطرة النظام؟ الأمر طبعا هنا مرتبط بالهيئة لأنه يضر بمصالحها. الهيئة تجني أرباح قد تصل إلى أكثر من مليون دولار شهريا عبر ذراعها شركة وتد المختصة ببيع المحروقات، وبالتالي تنخفض عائدات الهيئة من عملية بيع المحروقات. وشركة وتد ترفع بشكل مستمر الأسعار بحجة انخفاض سعر الصرف الليرة التركية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات النفط عالميا، وبالتالي هذا المنع سببه لأنه يضر بمصالح الهيئة عبر ذراعها شركة وتد. طيب، يعني الفقر والقلة تدفع كما رأينا في التقرير حتى النساء لبيع بضع لترات من المحروقات. هذا التدهور في الأوضاع الاقتصادية في إدلب كيف يمكن معالجته برأيكم وحتى في الشمال السوري بشكل عام؟ أخي الكريم، بداية ينبغي أن تتوفر الإرادة لإيجاد حلول، والحلول هي واضحة.
يعني نحن عم نشخص الواقع وهو مرئي للجميع. التدهور الاقتصادي، انعدام مصادر الدخل، ارتفاع معدلات البطالة، ارتفاع مستمر في مستوى العام الأسعار. ينبغي أن نشجع الاستثمار، خلق بيئة ملائمة للاستثمار. ينبغي تخفيض الرسوم الجمركية على الموارد المستوردة، دعم السلع الأساسية. فتح القطاعات الاقتصادية، منع الاحتكار، فتح القطاعات الاقتصادية لدخول منتجين جدد. هذا يعني فتح التنافس ومنع الاحتكار، ربما هو من أهم منع الاحتكار. منع الاحتكار وخاصة السلع الحيوية. اليوم الهيئة عم تحتكر سلع حيوية، وبالتالي عم بتعمق الركود الاقتصادي وعم بتزيد معدلات البطالة، بالوقت اللي إذا فتحت المنافسة ودخلوا منتجين جدد لقطاعات اقتصادية مختلفة، هذا الأمر رح ينعكس أكيد بشكل إيجابي على جودة الخدمات بالإضافة على الأسعار المنخفضة. شكرا جزيلا لك الأستاذ نجم عيدو الخبير الاقتصادي، كنت معنا من غازي عنتابة. شكرا. اندلع أمس الاثنين حريق في مخيم للاجئين السوريين في البقاع شرقية لبنان، ما أدى إلى إصابة عدد من سكانه بحالات اختناق. هذا وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني أن حريقا التهم عددا من خيام اللاجئين السوريين في بلدة قبلياس شرقية لبنان. بعد قرابة عام من إطلاق المشروع السكني، افتتحت منظمة سيريا ريليف قرية سكنية بديلة عن الخيام للنازحين في ريف مدينة جرابلس شرقية حلب. المزيد نتابعه في هذا التقرير. يحملون أمتعتهم إلى وجهة محببة هذه المرة، مهجرون من مناطق عديدة في سوريا. حط بهم الحال في ريف جرابلس في مخيمات عشوائية. 130 عائلة انتقلت إلى منازل للسكن بديلة عن الخيام ضمن مشروع أقامته منظمة سيريا ريليف في ريف حلب الشرقي. بالنسبة للمشروع، نحن منذ عام 2022 أخذ سيريا ريليف مبدأ صفر خيمة في الشمال المحرر. نعرف أن الخيام لها كثير مشاكل، وخصوصا في أوقات العواصف الرعدية بحاجة إلى صيانة، بحاجة إلى إصلاح، وأن المخيمات فيها مشاكل. فنحن انطلقنا من هذا المبدأ. هذا المستفيدين تم تقييمهم وفقا للمعايير المستخدمة في المنظمات العالمية، المعايير الأساسية، معايير الضعف، الأولوية للأرامل، لليتامى، لذوي الاحتياجات الخاصة. تم توزيع أشقاق اليوم. المسكن يتألف من غرفتين وتوابعها، بالإضافة إلى فسحة صغيرة أمام كل منزل، ومرافق خدمية عامة، من مدرسة ومستوصف وخزان كبير لتأمين المياه لساكني التجمع. فرحنا كتير والولاد فرحوا، واحد منتقل من خيمة إلى بناء ومخدم، كل شيء واصل لعنده، يعني مدرسة، مي، جامع. هذا الشيء كنا محرومين منه، مستوصف. كان إذا يمرض عنا طفل بدنا 15-16 كيلو متر لنوديه بسيارة على مشفى أو على مستوصف. نعتبر حالنا كنا بصحراء برية وجينا على سكن مخدم. قرى سكنية عديدة انتشرت في ريف جرابلس في الآونة الأخيرة بهدف التخفيف عن سكان المخيمات والمهجرين الذين يقاسون في جميع فصول السنة. بدر كجق، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي. توالت ردود الفعل الأوروبية الرافضة لإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، حيث ندد الاتحاد الأوروبي بالخطوة الروسية ووصفها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، متوعدا الكرملين برد حازم عليه. كما أدانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول غربية أخرى إضافة إلى تركيا القرار الروسي، مؤكدين تمسكهم بالحفاظ على الوحدة السياسية والجغرافية لأوكرانيا. نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في.نت. في أمان الله.